أعزائنا الطلبة صدق صباحكم. إحنا اليوم في محاضرة اللي هي تكنولوجيا الخضار الفواكه. وصلنا عند المربع صفحة 261، وصلنا عند المربع صفحة 261. هناك في عندنا المربع المخروط والمربع السليم، بس نحكي كلمة مربع هي عبارة عن مزيج ما بين الثمار ونسبة السكر. في الغالبية بتكون نسبة السكر للثمار قد تكون 1:1، أو السكر يكون على شوي صغيرة، أو أحيانا الثمار يكون على شوي صغيرة، لكن بشكل عام بتكون النسبة ممكن تكون متقاربة بشكل عام. وهي يتم المزج بشكل متكامل ما بين نسبة السكر ونسبة الثمار. بدي إلى طبخ السكر مع الثمار، والنهاية حتى نحصل على مزيج ذات قوام ثقيل، إذا حتى نحصل على مزيج ذات قوام ثقيل. طيب، المربى المهروس هو عبارة عن الثمار المهروس مع السكر حتى نحصل على قوام ثخين نسبيا من دون أن تكون الثمار محافظة على شكلها، ويجب أن لا تقل نسبة الثمار 45 جزء من الوزن مقابل 55 جزء من السكر، وأحيانا قد يكون النسبة 1:1. المربى السليم يحضر بطهي الثمار في محلول سكري سكروز حيث يتراوح تركيزه ما بين 55 إلى 70%، بعد تبقى الثمار المحتفظ بقوامها وشكلها. عندنا خطوات صناعة المربى، هناك عدة خطوات. أول شيء عندنا اختيار المواد الأولية، شيء طبيعي أول شيء اختيار الثمار المناسبة السليمة الخالية من العفان، حيث يستخدم في صناعة أنواع مختلفة من الخضار والفواكه والتفاح والمشمش والسفرجل والجزر والتين والعنب. طب شو شروط هذه المادة الأولية؟ أن تكون طرية وطازجة وتامة النضج وخالية من الأعطال وذات نكهة جيدة، إذا هاي شروط تدخل فيها صناعة المربى. 2، عملية الفرز والتدريج، حيث يتم فرز الثمار تدرج حسب النوع المختار لما لها من تأثير على جودة المنتج. إذا بس نحكي فرز، بس تحكي على شركات عالمية بإنتاج هاي المربى، يجب أن يتم اختيار ثمار ذات جودة عالية سليمة خالية من العيوب الفطريات، وهذا كيف راح يأثر على المنتج النهائي اللي بده ينتج عنه. 3، عندنا الغسيل، حيث يتم غسل الثمار لإزالة الأوساخ العالقة بها، طبعا شيء طبيعي الغسيل مشان إزالة الأوساخ وتقليل الحمل الميكروبي. التقشير والتجهيز، هناك أيضا بعض الثمار بحاجة لتقشير، وبعض الثمار ممكن غير بحاجة لعملية التقشير، حيث تزال القشور من بعض الثمار زي السفرجل، تفاح، شمام، بينما بعض الآخر من اللي هي الفواكه زي المشمش، جزر، الكرز يمكن أن تصنع بدون إزالة القشور، حيث يسهل نزع القشور بسلق الثمار بماء ساخن على حرارة 85 درجة مئوية. إذا بننزع القشور بتتم عملية السلق درجة حرارة 85 درجة مئوية، والفترة الزمنية اللازمة هي عبارة عن 5 دقائق. بعدين تبرد مباشرة أو غمرها في محلول قلوي تركيزه 2 إلى 3%. كما يتم إزالة الأوراق والعناق والجيوب البذرية، وقد تقطع الثمار إلى شرائح كما في السفرجل والتفاح، أو إلى نصفين كما في المشمش أو القاب. عندنا السلق اللي بحكي صفحة 262، السلق حيث تسلق الثمار في ماء درجة حرارة 85 درجة مئوية، قلنا حوالي 5 دقائق، وهذا الحكي السلق أهميته مشان عملية تثبيط نشاط الميكروبات. ليش؟ لأنه في بعض الميكروبات اللي بتحب اللي ممكن تعيش في درجة حرارة مرتفعة، فعملية السلق نوعا ما أو بتعيش، حكينا المرة الماضية هي بتستخدم الميكروبات، في بعض الميكروبات تعيش في الحرارة المرتفعة، في بتعيش في الحرارة الباردة، في بتعيش في الحرارة المنخفضة نوعا ما المتوسطة، في من 0 إلى 15، في 15 إلى 45، في من 45 إلى 60 و70. فهون عملية السلك ممكن تقضي على عدد كبير جدا من هاي الميكروبات. أيضا إنها ممكن غير تقضي على الميكروبات، ممكن بتثبط نشاط الأنزيمات، وهذا تثبيط نشاط الأنزيمات مشان نحافظ على نمو الثمار وتطرية الأنسجة بتاعته، ثم تبرد مباشرة لإيقاف تأثير سيل الحرارة. 6، بتيجي عملية مرحلة تحضير المحلول السكري. طبعا نستخدم السكر الأبيض سكروز، هيتبلغ نسبته في المربع حوالي 55 جزء بالوزن من السكر إلى 45 جزء بالوزن من الثمار، إذا 55 جزء. كما قد يستخدم واحد نسبة 1:1،
وخاصة في التمارين الحامضية. إذا التمارين الحامضية زي المشمش يفضل استخدام نسبة 1:1، كما كان يستخدم نسبة 1:1 وخاصة في الثمار الحامضية زي المشمش والسفنجة والكرز. وأحيانا قد تقل هذه النسبة في الثمار مرتفعة الحلاوة زي العنب والبلح. شو أهمية إضافة السكر المحلول بشكل عام؟ دائما حكينا إنه بحسن طعم الثمار. 2، بزيد تماسك الأنسجة والقوام. 3، رفع اللزوجة. 4، قد تضاف بعض المواد الأخرى كالبكتين، معتمد على نوع الثمار وبعض الأحماض. حكينا المرة الماضية كل ما زاد نسبة البكتين يجب إضافة نسبة السكر، لأن البكتين كل ما كبر الثمار في العمر كل ما زادت نسبة البكتين، كل ما زاد الثمار في النضج كل ما زادت نسبة البكتين. 7، نتيجة عملية الطبخ، حيث يتم طبخ الثمار مع السكر والمواد الأخرى حتى الوصول إلى درجة النضج. إذا بتم عملية طبخ السكر مع المواد الأخرى حتى نوصل مرحلة النضج. وهي شو مقصود مرحلة النضج؟ هي المقصود فيها الوصول لدرجة نسبة مواد صلبة هي عبارة عن 65 إلى 68%. إذا مرحلة النضج المقصود فيها هي الوصول لنسبة مواد صلبة من 65 إلى 68%، وهي يتم قياسها باستخدام جهاز ريفراكتوميتر. إذا جهاز ريفراكتوميتر هو الذي يقيس نسبة المواد الصلبة، ويجب أن تكون نسبتها من 65 إلى 68%، أو حتى إذا ما فيش هذا الجهاز موجود ممكن إنه بلوغ درجة حرارة الغليان إلى 105 درجة مئوية. وفي هذه العملية قد يضاف السكر على شكل، ممكن يضيف السكر على شكل مسحوق ناعم بالنسبة المطلوبة، أو على شكل محلول سكري يتم تحضيره مسحوق. 8، التعبئة على الساخن. هو طبعا يفضل التعبئة على الساخن مش على البارد. إذا تم التعبئة على البارد يتم عملية التعقيم له. أما التعبئة على الساخن المقصود فيه يعبأ المربى في عبوات مناسبة، ويفضل المصنوع من الزجاج، ثم تقفل على الساخن لإزالة الهواء من العبوات. وتبرد مباشر القضاء على أحياء المشاريع محبة الحرارة وتحاشي تكرم للسكر. وفي حالة تعبئة المربى على البارد يفضل إجراء عملية البسترة لعبوات على درجة حرارة 100 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة. بعدها مرحلة التخزين، تخزن العبوات في مخزن على درجة حرارة 10 إلى 20 درجة مئوية ورطوبة بنسبة 75%. نروح موضوع في ثاني، تستعمل مواد ناشئة. نروح موضوع ثاني جديد اللي هي تصنيع العصير المركز. تصنيع العصير المركز المقصود في عصير مركز هو استخلاص من الخضار والفواكه بشكل طبيعي، عصير بشكل طبيعي، إما ممكن تناوله بشكل طبيعي أو يتم إضافة بعض المواد الأخرى عليها. إذا استعمل الخضار والفواكه، بحث صفحة 266. استعمل الخضار والفواكه الناضج للحصول على العصير الطبيعي، حيث يعد هذا العصير مادة أولية لكثير من الصناعات الغذائية. إذا قد يكون هذا مادة أولية لكثير من الصناعات، مثل صناعة الشراب والمياه الغازية وصناعة الجيلي والمثلجات. أيضا قد يستخدم هذا العصير بحالته الطازجة بعد استخراجه مباشرة بإضافة السكر أو بدون إضافة. إذا هذا الطبيعي ممكن إضافة السكر أو بدون إضافة السكر. إذا العصير أنه العصارة، يعرف العصير أنه العصارة الرائقة أو شبه الرائقة غير المتخمرة التي تفصل من الثمار النضج السليم عند عصره. طيب نيجي عند كيف تتلخص طرق استخراج عصير الفاكهة كالتالي. أول شيء دائما أن انتخاب الأصناف، انتخاب الأصناف شيء مهم جدا. دائما حكينا الأصناف الجيد النوعية غير مصاب بالميكروبات، فيش فيها عفن، ذات رائحة ممتازة، نضج كويس. إذا حتى يتم الحصول على عصير ذات جوعية ممتازة يجب استخدام العصائر من الثمار الطرية الناضجة، أصناف معينة كوفرة العصير وارتفاع نسبة المواد الصلبة والفيتامين وجودة لون الطعم.
تمتاز الثمار الناضجة والجيدة أنها تحتوي على فيتامينات مرتفعة ونسبة مواد صلبة مرتفعة. يمكن استعمال ثمار غير منتظمة بالشكل والحجم التي لا تصلح للاستهلاك الطازج أو لبعض الصناعات الأخرى. كما يتم أحيانا في صناعة العصير مزج أصناف، ممكن أحيانا مزج بعض أصناف الثمار مع بعض أصناف مختلفة، وذلك للحصول على عصير جيد للصفات الحسية كاللون والطعم وعالي في القيمة الغذائية. أيضا ما يميز هذه الثمار يجب أن تكون خالية من الفطريات أيضا وخالية من الحشرات والتي تؤدي إلى، طبعا هذه الفطريات تؤدي إلى تغير اللون وتعطي إلى كمان طعم غير مرغوب، وهذا بيأثر على الرائحة والنكهة. طيب، اثنين، عندنا تجهيز المواد الأولية. إذا أول شيء انتخبنا الأصناف ذات الجودة العالية خالية من العيوب والمشاكل والفطريات والحشرات. اثنين، تجهيز المواد الأولية. نفس الشيء بتتم عملية هنا الفرز والتدريج لإزالة التالف والمصاب، يعني الشيء كويس نخليه على جنب والتالف نخليه على جنب. ثم بعد ذلك عملية الغسل لإزالة الأوساخ، والغسل أيضا التخلص من الميكروبات أحيانا، تخلص من الأسمدة، تخلص من البيئات الحشرية. طبعا مش درجة كبيرة بتكون أحيانا إذا كان في مستخلصات مبيدات حشرية وطبقيات، الغسيل أحيانا ما بيتم استخلاصها بشكل كافي، لكن هي عبارة السلق أحيانا أو عملية اللي هي التعامل بالحرارة بتكون القضاء بشكل كبير أكثر من عملية الغسيل، لكن هي عبارة عن خطوات كلها مكملة لبعضها البعض. إذا تجهيز المواد الأولية حكينا اللي هي الغسيل، الأوساخ من أجل إزالة الأوساخ، وقاية الأسمدة المبيدات الحشرية، تقليل الحمل الميكروبي. وهي تتوقف فعالية عمل الغسيل على عدة عوامل. إذا فعالية الغسيل تتوقف على عدة عوامل. أول شيء اللي هي سرعة حركة المياه ودرجة حرارتها، يعني كم درجة حرارة بتاعت المية التي تستخدم في عملية الغسيل. درجة عصرة المياه، استعمال بعض المواد المطهرة. 4، درجة الحموضة الـ pH. بعد الغسيل يتم تقطيع الثمار وإزالة الأجزاء غير المرغوبة، وذلك تسهيل عملية استخراج العصير. 3، استخراج العصير. طبعا في طريقتين لاستخراج العصير، إما بالعصر طريقة الكبس تحت الضغط أو طريقة الضغط التدريجي. إذا حيث في هناك أجهزة تقوم بعملية العبس والكبس للعصير. طبعا هذه الأدوات يجب أن تكون أيضا خالية من الجراثيم، معقمة ونظيفة، وأيضا هذا المعدن يكون مقاوم لحموضة العصير حتى لا يتم عدم تآكل الماكينات والمعدات عن الأجزاء الملامسة للعصير، وهذا بيأثر بالتالي عدم التأثير على مظهر العصير وإتلاف. كما يجب حفظ العصير المستخرج بأسرع ما يمكن تحشر الفساد وفعل الإنزيمات والأحياء الدقيقة والأكسدة. أيضا يفضل عدم تعرض العصير للأكسجين خلال مرحلة الإنتاج. إذا هاي نقاط مهمة يجب أخذها بعين الاعتبار، إنه بس يخلص انتهاء من العصير يجب مباشرة حفظ العصير فورا، وأيضا بس ما يمكن تحشن الفساد وفعل الإنزيمات والأحياء الدقيقة. أيضا يتم استخدام الماكينات اللي هي حتى ما تأثرش، تكون نظيفة معقمة وما تتفاعلش مع العصير. طيب شو الطرق المستخرجة؟ أول طريقة الكبس تحت الضغط، هذا يؤدي إلى خروج العصير وبقاء مخلفات الثمار في فئة العصير. أيضا يتم معامله بعض الثمار قبل عصرها بحسب العمل التالي، وذلك تحسين صفات العصير وزيادة استخراج كالهرس، معامل الحرارة، التجميد والإذابة، والمعامل بالتيار الكهربائي، والمعامل بالمستحضرات الإنزيمية. أيضا الطرق الأخرى هي طريقة الضغط التدريجي، حيث يتم بها ضغط تدريجي على رأس الثمار باستعمال آلات مختلفة، ويتم الضغط بشكل مستمر أو متقطع، حيث هناك عدة آلات تعمل بهذا المجال. عندنا آلة الكبس ذات الألواح والقماش، آلة الكبس ذات الأقفاص، آلة العصير ذات الأقماع المخروطية، آلة عصير ذات الأسطوانات، آلة عصير البندورة، وآلة العصر بالسيور الضاغط المتحرك. 4، عندنا فصل المواد العالقة، حيث يحتوي العصير مثلا بالطريقة السابقة على بعض الجزيئات العالقة. هاي العملية تسهيل عمليات تصفية العصير، تخليص العصير المواد